Huh oh. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أيثما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الملاقاة نظيف ذويل تنواني مقارن أزال نتزلث نبغى نغيثما الحلقه يا في الحوائج حاجة من زوث يوث الآية القرآن الكريم ربي عز وجل قارد ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين المتقين يعني هدى للمتقين من هثن المتقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وإذا كان يتمنى الغيب ربي عز وجل الغيب الجنة ذا الغيب النار ذا الغيب ومن بعد أنشتاغ ذخل وول ذلك إحساس ومعتقد قلبي الذين يؤمنون بالغيب انشتا ذخلول غنص العلماء العبادات القلبية ويقيمون الصلاة سهام قرن العلماء عبادات الجوارح الله سبحانه وتعالى غيث ما يفنض سنة الحويج باش نكشم الإسلام يقرأك لازم من الغيب ذا ذا ذخل وول اللي احساس ومعتقد قلبي اما اول العمل الحاجه من زوث يعني الخدمة خدمه بعد الايمان بالغيب تظلث سلا غيوث الكلمه يرددها العلماء شد قرن لا يمكن للمسلم ان يكون مؤمنا بالغيب حتى يكون مقيم الصلاة سقبيليث إن سلم لياني يتمنس الغيب أكنا تذكر ربي القرآن المغي لا ذي العبد تظلان حتى يكون مقيم الصلاة إن ربي عز وجل غيث ما القرآن الكريم وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون يخين كني يسمك ثيان غد النبي صلى الله عليه وسلم أن الحاجة من زوث لغني حسو في الله يوم القيامة التظليث الحاجة من زوث أن أول ما يحاسب عليه العبد من العمل تظليث عملكم قرن العلماء أذيز ربي الخذمنة تظليثنا من حيث الواقع والنية والقصد المعنى الاثر نتزليث اثر العمل. ملي الظل ومذان، داش يتجاوزكش ربنا ربي ناتي القران الكريم، سنكتب ما قدموا واثارهم. ربي عز وجل يشتبين خدم نخدم ذي الاثر الطاعة للتظلّيط. العلماء غاش يدقرنا يثما، قرنا التظلّيط ذي الجهاد. ايواش؟ لانه تظلي حوج الصبر النبي صلى الله عليه وسلم باش إن انك وانتظار الصلاه بعد الصلاه فذلكم الرباط فذلكم الرباط ربي عز وجل يقر هذا المبدا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وامر اهلك بالصلاه يدرسنا النبي عليه الصلاه والسلام وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها واصطبر عليها تظلي ثيثما ذي الجهاد مدين روح نسيق أمش نتسقيم الصفوف النبي عليه الصلاة والسلام في حادث جابر بن سمرة ليش شسنين الصحابة ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها استقبليث ينسن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتخدمني الصف أم يخدمن الملائكة الصف على ربي عز وجل لنا الصحابة وكيف تصف الملائكة عند ربها يا رسول الله؟ آمك خدمن الملائكة صفة الرب عز وجل؟ يجوب النبي صلى الله عليه وسلم قال يتمون الصفوف الأول في الأولى ويتراصون في الصف فالملائكة يثمى اسم هذا خدمن الصف يريف سند ربي عز وجل قرن العلماء فهي تصف صفة عبادة وصفة جندية هل تمليح هذا العلماء يعني شو المقصود الملائكة تخدم من صف صف عبادة المعنى عبد ربي عز وجل بهذا الاصطفاف يواش لأنّ ربي عز وجل يمرين باش يخدم الصف غير الغورس با صف جندية يعني لأنه الملائكة سملا تخدم من الصف تقيمان غير يفسن ربي عز وجل يعني بين يدي الله عز وجل مستقيمة طرجان الأمر ذي النهي ربي عز وجل كونو يتخدم ثانكا يتخدم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ذواني قرن العلماء هذا هو معنى الصلاة فظليث الى قاك تخدم الى الانسان اللي فهم هذا المعنى ذنكني ذن شتاغي نبغى اثنفهم لأن ربي قال القران الكريم وَالصَّافَّاتِ صفا الماء ادياني ان الهكم لواحد قال المفسرون والصافات صفا يعني الملائكه اسمل من الصف قال سن ربي عز وجل تراجعون سنديك في الأمر باش الحاجة الحاجة نغذ نقلن الحاجة نغذ صنعن الحاجة ومن بعد قرنك قرنك الملائكة هم جنود الله في السماء والمسلمون هم جنود الله في الأرض الملائكة زنثني أيدي جنديا جندي أرب غليج نوان سلمان واذا ذي لجنديين ربي القاعه فاما جنود الله في السماء الجنود ربي عز وجل ذقني لا, لا يعصون الله ما امرهم غرس العلماء الطاعه المطلقه لله عز وجل شو الخدمه نسن؟ الخدمه يعني الشغل ندقل نسن العباده هبوطا ونزولا عروجا ونزولا رب النادي القرآن الكريم الزاجرات زجرا في ذكراء ذكرى أما الجنود ربي عز وجل يلقاها أين العصاة العصات ذنكني ييث ثما العصات ربي ومرانا باش نزل ونزلاني ربي ومرانا باش نزكي ونزكاني ربي يوم رانا باش نخدمين أي اين يقفغا ونخدماني ثا مدير لا القرآن الكريم زرت شو بعد إنك القرآن الكريم أمره عجيب إنَّ إن إلهكم لواحد قام العلماء ربي عز وجل يخاطب في هذه الآية الناس إن إلهكم لواحد يعني يبغى غنديني ديني كان كاع بذن ربي عز وجل سمي الدين الصافات صفا الزاجرات زجرة ومن بعد انك يبغى دي باللي واذا كني كاع بذن ربي عز وجل لا الا قد بذن ويث بهذه الطريقه ايواش لانه فظليث اين تظل نكوني الكثير من الناس يطمع باللي فظليث العاده ولكنها قرن العلماء فظليث ليست حركه عاديه ماشي الحركه السجود الركوع القيام الجلوس بل هي حركة تعبدية تظل ما تشى حركات عادية بل هي حركات تعبدية في صحيح مسلم عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فضلنا على الناس يعني في الحديث فضلنا على الناس بثلاث فضلنا ربي عز وجل في العباد في ثلاث الحويج وذكر منها وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة لازمين على ما يثمى أنه احد العباد يعني اذا تهيا للصلاه يعني انتفض كما يقول العلماء فيقال له في ذلك في ذلك فيقول اني اريد ان اقدم على امر عظيم اريد ان اقوم بين يدي الله عز وجل شهد ووليث مانغ الكلمه يا ساع فغدنني لعبد اسم الذي بد قال يفسن ربي عز وجل الى بدك نلاق الا قد يخدم الصف اكنيلاق والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا ذي ثما أن العبد ما لا يبد قال فصن ربي عز وجل يخطأ الخطوه غلزات. اعظم خطوه تخدم العبد ذي ثما هي خطوه يسد بها خللا في الصلاه لازم يثما ينحول الحركات العاديه نتظليث ينحرك ينحول انت الى حركه تعبديه اسنك في الروح يتظليث النار اسنك في الايمان اسنك في اليقين اسنك في الاخلاص يا ربي عز وجل ودي سي أيث هي ما شرط الشرط من الاخلاص الا ما شرط الشرط من الصدق الا الشرط من اليقين هل ما الشرط الانسان المدد يا ربي عز وجل ذو غيد المعنى غيث ما الملائكه هم جنود الله في السماء ونكوني جنود الله في الارض ربي عز وجل يخدم نصف الملائكة باش كث باش كا باش باش, باش الملائكة يعني من صف نصف ترجون ربي عز وجل سنديك في الأوامر خدم ثانكا خدم ثانكة روح ثانكا طلع سطر كذلك الإنسان من يخدم تصفيث ما يتظليث باش ملي يدنفغ إن التزمس الأمر من ربي عز وجل فظليث قرن العلماء إقامة الصلاة بعد الصلاة يعني من فك تظليث لو خنتي الإقامة الحقيقية وهي العمل تظليثي قرن العلماء ما يلا وكثن هاني غا في الفحشاء في المنكر تظليثي وتقبلني ربي عز وجل إن سقسيث ما ربي عز وجل مش غني نفع سوين سلام العلم قدين الدونيث أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause>